على فيديو الاسطوره ادام تراوري جالي تعليق جميل جدا، وهو اسلوبك سيء جدا، ما تتكلمش على برشلونه تاني، كلامك صحيح بس اسلوبك سيء ورديء، اللي هو اسلوب ايه سعادتك؟ انت مشجع صفقه ادام تراوري، يعني انت بتتكلم في ايه؟ المصيبه بقى ان ادام تراوري اهو لسه عيل صغير، لسه قدام المستقبل، انما اوباميانج مين؟ اوباميانج ازاي اساسا؟ انا يوصل بيا الحال ان انا اتغفل من ارسنال؟ ايه يا جدعان في ايه؟ للدرجه دي بقت ادارتنا بيضحك عليها من اي حد معدي في الطريق كده؟ وبيانج مين؟ وبيقول لك ايه بقى؟ وبيانج جه المطار ودخل النادي ومحدش عارف، لا ارسنال عارف ولا برشلونه عارف، مع ذلك دخل المستشفى وعمل فحوص طبيه وقال لك مبروك يا جماعه جبنا اوباميانج. اللي هو انت عايز تقفل ماركاتو باي صفقه والسلام؟ عايز تقفل ماركاتو باي صفقه والسلام؟ هات لي اي صفقه شباب من امريكا اللاتينيه، عمال اتحايل عليك تبص على حد في امريكا اللاتينيه، تبص على حد من شباب الدوري الاسباني، طالما هنقلب ام الفرقه المنتخب الاسباني، انما اوباميانج مين يا عم؟ اوباميانج مين؟ ارحمني ارحمني من اللي انت بتعمله فيا ده يا اخي. لما اتكلمنا على ام الصفقه بتاعت لوك دي يونج قلنا ان هي صفقه فاشله، وباينه ان هي صفقه فاشله، الناس زعلت، لا 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 ده هداف تشوبيليه يا عم، صفقه فاشله، لا 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 ما تتكلموش على برشلونه تاني، ايه التشاؤم ده؟ الذهب يا عيد برشلونه، ذهب مين ده؟ ما فيش حد في الكوكب ما بيضحكش علينا باللي احنا بنعمله ده، ذهب مين؟ مشروع لا باين له ملامح، عايزين نلعب بعيال صغارين ولا عيال كبار ولا نروح نجيب اي حد عقده خلصان وتعاقد معاه؟ اوباميانج يقول لك كان هداف من هدافين ارسنال، يا باشا طب ما انا اجوره كان جاي لي هداف من هدافين سيتي، جه هنا جاله القلب سعادتك، هجيب اوباميانج يعمل لي ايه؟ يقول لك البلاك باندا، بلاك باندا مين بس يا ولد اللذينه؟ حرام عليك والله العظيم ثلاثة احنا بنتعاقب، والله بنتعاقب، بس توصل معاه درجة ان ارسنال غفلني في صفقة يا ولد اللذينة. لا بقول لك ايه، ريال مدريد هيخلص في مبابي، يعني ريال مدريد رايح يجيب مبابي وانا رايح اجيب اوباميانج وادام تراوري ومعاهم فيران توريس، اللي هو ايه يا اخي؟ ده احنا مش خلينا مستوى المنافسة بعيد، ده احنا خلينا مستوى الضحك عالي قوي يا اخي. وفي الاخر يقول لك ايه، برشلونة هترجع مع لابورت. طب ما اقول لك ايه، ما تمضي على العقد بتاع السي في سي وخلاص، يعني امضي على العقد بتاع حقوق البث والرعايه والنادي ياخد فلوس وتجيب انت صفقات، انما انت هتمشيني بمبدا الشحات ده وان انا برشلونه عندي موقف؟ ما انت عمال تجيب لي لعيبه سيئه ومش هنوصل بيهم دوري ابطال، يعني هنفضل في السهرايه من دي فتره طويله، فنمضي العقد بتاع السي في سي ونخلص ام السهرايه. هتقول لي مستقبل برشلونه ضايع، هقول لك يا باشا مستقبل برشلونه مع هذا لابورتو والصفقات دي مش هيكون موجود اساسا. حسبي الله ونعم الوكيل، ده الراجل ده لو كان جايب المشروع ده كلنا كنا هنقول يا لهوي تاني، اتغفلنا واتضحك علينا، اسلوبي سيء؟ اه اسلوبي سيء، بس انا برشلوني وشجع برشلونه قبلك وبقول على كل مشاكل برشلونه اللي انت عارفها وما بتقولهاش، انا بقول على كل المشاكل دي، قلت لك ان لابورتا كذاب، لابورتا مش هيجدد لميسي، ميسي هيمشي، ديمبلي هيمشي، قلت لك ان تشافي فقاعه، وللاسف الشديد كل الكلام ده تحقق، فلما اجي اتكلم معاك على صفقات ما تطلبش مني خالص ان انا احترم صفقه زي ادام تراوري، ما جابش ولا هدف واحد بس من اول الموسم، او ممكن يكون جاب هدف في الدوري الانجليزي، وجايب لي لاعب اساسا كان نقطه ضعف ارسنال اخر سنه ونص، يعني اخر سنه ونص انت جايب لي لاعب نقطه ضعف ارسنال، وفي الاخر مطلوب مني ان انا لك واو عاش يا زاد على اللي انت بتعمله؟ لا يابا انا مش معرض، انا جاي هنا اهبط في القناه دي على مزاجي، انت عايز تروح تسمع كلام تعريض ما تجيش عندي لا اكتر ولا اقل، روح هناك عند الناس بتوع الاحصائيات بتاع اوباميانج اللي مش هقول لك ان اوباميانج بعد سنه ونص مش شايف قدامه، ولا ان هو بياكل عيش في ارسنال والموضوع بالنسبه له بقى دلع يا باشا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.